يطلقون عليها مقبرة جماعية للأحياء. إنه المركز الاجتماعي تيتم للإقليم مديونة. مشاهد مؤلمة وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة نتيجة الإهمال، سوء التغذية وغياب النظافة، ناهيك من سوء المعاملة، كلها عوامل ساهمت في تدني وضعية هؤلاء النزلاء. وهذوك 14 واحد اللي مات كيفاش ماتوا؟ ماتوا بما بعد في عمر ما بعد. وكيفاش يعوموكم؟ سمعنا بأنكم تعوموكم بالتيو. أنا كنعوم راسي، أنا كنعوم ماشي بالتيو البحرين، ولكن كيبقى في الحلم كنشوف هذاك. من كون كيبقى في الحلم. الصراحة هادشي اللي فيه تيخلص النفس. أنا والله إلا تصدمت. لأن هاد الناس جميع الأمور ما عندهمش ما توفراش لهم. يعني بالنسبه للماكله، بالنسبه للبس، بالنسبه للمجموعه من الامور، الريحه، يعني التنظيف، يعني ما كاين حتى شي حاجه. كيقول لك كما قال الاخ، كما قال الاستاذ عبادات، يعني قال لك الحبس احسن لهم من هنا. جنازه ويعشيو هاد الناس هادو من هذاك العشاء ديال هذاك الميت. ما عمرنا حنا شفنا شي جنازه هنايا. اي والله هذا الشارع واش قلنا لهم غير كشيونا، راه بغينا حتى حنا نهار ثاني عيد نخرجوا لبرا نتسالاو، نخرجوا مكسيين. قالنا الخميس حتى للجمعه، الجمعه قالنا حتى للسبت، ها اليوم الاحد ومازال ما خديناش ولا قاميه. الناس واجبوا حنا احنا بالسلامه. هذا هو الواقع اللي كتجسدوا الناس. راه هاد الشيء هذا، راه الريحه ما تقدش تقول هنا، ورغم النداءات المتكررة التي قامت بها هيئات جمعيات المجتمع المدني، إلا أنه في ظل الصمت المطبق وغياب المسؤولين لا يزال الوضع كارثيا، بل يزداد سوءا يوما بعد يوم.